الجلسة الثانية إن شاء الله بطبيعة الحال سنكون جاهزين لمناقشة الملف. بطبيعة الحال هذا ملف استعجالي، وإن كان استعجاليا فهو قابل للمناقشة وقابل للمرافعة. لدينا وثائق حاسمة، أقول وثائق حاسمة بمعنى لدينا سك عقاري، لدينا شهادة عقارية، لدينا عقار محفظ يطهر بكل ما تحمل هذه الكلمة من دلالة العقار من جميع التبعات. والحال أن هذا العقار ليست فيه أي تبعات ولا يحمل أي تقييدات أو تحفظات أو ما إلى ذلك، بمعنى العقار طاهر في اسم هذه الشركة، لا علاقة لأي أحد به، وبطبيعة الحال حقوق هذه الشركة تبقى مصانة ومحفوظة. حق الملكية كما قلت قبل قليل هو حق مقدس كيحميه الدستور وكتحميه جميع القوانين، ولا يمكن لأحد أن يتزايد على هذا المقتضى. مساحة العقار؟ المساحة ديال العقار ما يزيد 14 هكتار. أي موقع استراتيجي هام، ارتأى الشركة في إطار الاستثمار التي اللي هو يبقى حق من حقوقها واللي الدولة تعمد إلى تشجيعه، ارتأت أنها ستعمد إلى استثمار مجموعة الأموال على مستوى هذا العقار، فارتأى نظرها على أنه يجب أن يعود العقار إلى أهله من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية من أجل بطبيعة الحال بناء هذا المشروع الاستثماري الضخم التي تزعمه أو التي ستقبل عليه الشركة لا محالة. لا، الشركة لا يمكن أن تعطي ضمان، الشركة مالكة مالكة، ومن ادعى اللي كيدعي شي حاجة يجب الإدلاء بها. حنا ملي قدمنا دعوة استعجالية ترمي إلى طرد محتل، فوقاش هذه حالة استثنائية، باقي الحالات يمكن فيها اللجوء إلى القضاء الموضوع، ولكن عندما يكون العقار مطهر فيمكن إشهار هذه ورقة ديال التطهير من أجل طرد أي واحد محتل. بطبيعة الحال لا علاقة لهم بالتعويض، التعويض ربما تكون هناك جهات أخرى، أما بالنسبة للمالك، بالنسبة للمالك وبالنسبة للشركة المالكة اللي هي الوحيدة اللي مسجل الاسم ديالها في السك العقاري محفظ، وأقول أكثر من ذلك ليست هناك أي تقييدات وليست هناك أي تحفظات، بأن المسألة لا علاقة لها بالزمان بقدر ما لها علاقة باستراتيجيات الشركة. لا، العقار محفظ منذ قديم الزمان، يمكن لك تقول لي فوقاش تباع، اما الرسم العقاري او العقار هو محفظ، وتم الانتقال بطبيعة الحال من شخص الى اخر في اطار عملية التفويت وفق ما يقتضيه القانون. المالك الشركة المغربية بطبيعة الحال. لا 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 نزايد على احد، هذه للامانه بطبيعه الحال، انتم كصحفيين ونحن لا، هذا كلام مردود عليه، كلام لا اساس له من الصحه، هذا يدخل في اطار المزايدات وفي اطار مع الاسف معالجه الامور بشكل اخر، ربما في اطار تفاعل او في اطار تضامن ما يتعلق بالشركه. ناس مغاربه الاسماء ديالهم مغاربه، السجل التجاري مغربي، الشركه مغربيه، لا علاقه لها لا باليهود ولا بالصهاينة ولا بأشخاص آخرين.